من الرحى. جيد. إذا كان الإمامة وخلافة رسول الله إنما تكون هي بالشورى وبنظر أهل الحل والعقد، وأن الأمة كما تقول مدرسة الصحابة هي تعين، وأن الأمة هي التي تقرر، وأن المهاجرين والأنصار اجتمعوا على الأول في ثقيفة بني ساعدة، إذن لماذا أن الإمام سلام الله عليه يتبرم من ذلك؟ يقول تقمصها، تقمصها فلان. طبعا أنا بودي أن أشير لقصة، هذه قضية تقمصها ليست جزافية، ها يكون في علمكم، يعني لماذا أن الإمام يعبر عنه تقمصه. هذه نص الرواية واردة في الاحتجاج للطبرسي في الجزء الأول صفحة 114. هناك الرواية، أكو رواية طويلة الآن ما أدخل فيها، وهو أنه بعد أن ناقش جملة من كبار الصحابة الأول وقالوا له أنه أنت لم يكن لك حق كذا كذا إلى آخر ذلك، الرواية تقول فأراد أن يخلعها من عنقه. منه؟ الخليفة الأول. نعم. هذا الذي يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين تقمصها فلان، يقول أراد أن يخلعها كما يخلع الثياب. أحسنت. نعم. فقال له الثاني، قال له عمر لا تفعل، قميص قمصك الله لا تخلعه فتندم. أحسن. ولذا أمير المؤمنين يقول له ماذا هنا؟ تقمص. هذه نكتة، هذه أحسن. أنه إشارة إلى هذه النكتة على الأحوال. ثم